نصيحة في دقيقة برعاية مخابر فخاتير غازيس. كمية الملح اللي يقدر يأكلها الإنسان في 24 ساعة هي لازم يفوتش 6 غرامات في 24 ساعة، وهذه 6 غرامات هي موجودة في كل المأكولات. وكمية كما نعرفه الماء مرتبط بالملح، والناس اللي عندهم في بعض الأحيان أمراض تاع الكلى لازم ينقصوا من كمية الملح حتى 3 غرامات في 24 ساعة، وينقصوا ثاني من كمية الماء، لأن الماء والملح مرتبطين، وهذا لازم يعسوا الميزان تاعهم، لازم الميزان تاعهم ما يطلعش كثير باش ما يوقع لهمش ارتفاع ضغط الدم. والناس الثاني اللي عندهم مرض السكري يعسوا رواحهم، لأن السكر كي يشرب ياكل الإنسان السكر كثير راه يعطش، وفي بعض الأحيان يكثر من شرب الماء.